هويا والله أنا كتير خايفة، بلكي ما دخلونا من باب القصر. مو ملاحظين إنه الطريق طويل؟ قولي له للعربجي يسرع شوي. ايه ويام خانوم، انت شو اللي رجعك لهون؟ كيف اجيتي؟ ابراهيم باشا قال لي اجي، هو عنده خبر. بس هو ما قال لي هيك شي. شو يعني مو مصدقني؟ استغفر الله. بالاول خليني روح اساله واجي. قل له لابراهيم باشا كل شي رح يصير مثل ما بدك. شو قلت لك؟ النحيف اللي فاز، الشغلة ما بدها صحة بدها ذكاء. الحق معك يا فخامة السلطان. لهيك نصوح بيفوز على طول. إبراهيم باشا؟ هيام خانم رجعت وهي برا على البوابة وقالت لي خبرك إنه كل شي بدك إياه بيصير. مولاي السلطان حابب أحكي معك موضوع مهم. في واحدة من الجواري كانت شاهدة على قتل عايشة خانم، عم بتقول إنه القاتلة مو السلطانة وياه. لكان مين؟ لساتهم ما عرفوا لحد هلأ يا مولاي، بس أكيد القاتلة مو السلطانة وياه. ليش ما عطيتوني خبر؟ مولاي حبيت أتأكد من الحقيقة قبل ما خبرك. أنت متأكد؟ متأكد تماماً. أمن رجعت السلطانة هيام على القصر فوراً. هي على الطريق مولاي السلطان، بعد شوي بتصير هون. مين هي هالجارية؟ الجارية هي روزا خانم، بس أنا موصى إنه ما أحكي بهذا الموضوع من إبراهيم باشا. على فكرة هيام خانم رجعت ورح روح أجيبها لهون. في شي مهم لازم قلك عنه يا سلطانة. هيام خانم هون هلأ، سنبل آغا رح يجيبها. شو هاد اللي عم تحكيه يا درة؟ كيف بتجي لهون بدون إذن مني؟ شلون بيجيبوها بدون ما أعرف؟
السلطانة ناهي الدوران، من اليوم ما بقى أغلط بحقك أبدا، وبتمنى إنك تسامحيني. هيام تعالي قعدي هون. أنا هيام الجارية الروسية، أنا جاريته للسلطان سليمان، وأمه للسلطان محمد، والسلطانة مريم، وأم السلاطين اللي رح جيبهم بعدين لسليمان. يا ولادي أنا بوعدكم إنه مثل ما انحنيت اليوم وبست التياب، رح يجي يوم الكل رح يخضعني ويبس لي تيابي وينفذ أوامري، وبأكد لكم هالشي.